بالنسبه للوضع عندنا، الوضع عندنا ولله الحمد المحسنين راهم قايمين بالمجهودات ديالهم. انت كتشوف بعد المحسنين تبارك الله هما كيتعاونوا معنا، وانما المعاناه اللي كيعانوا منهم الناس هو السكن. دابا حاليا الله يجزيكم بخير كنطالبوا الا كان شي محسن ولا من سيدنا، راه الناس راه كتعاني من السكن. هذاك الشيء اللي عندهم راه تدمر الناس، داكشي اللي عندهم داكشي من الناس قوم المعيشي راه مشى لهم. بالنسبه اللي عندهم داكشي مساكن ديال الشيو ديال البهيمات وكذا راه تردم لهم، الديور تردموا دروكا حاليا. ها انت الجو كتشوف كي داير، الجو كي داير راه ما كاين لا قياط لا والو. حنا دروكا كنطالبوا بالخيام، غتجي الشتاء على غفله، راه هادشي اللي عاطين للمحسنين بالنسبه لهادشي ديال القوم الغادي راه غيمشي لهم غادي يضيع لهم. حنا من الشتاء حنا كنطالبوا من سيدنا الله يعفو عليه والله ينصرو، كنطالبوا من السكن لهذوك الناس. انا بالنسبه للدوار عندنا كاينه تقريبا كداو 30 اسره 40 اسره تقريبا، ولا 38 بحال هكا 38 40 اسره في الدوار. كل دوار تردم، كل دوار تردم، وكاينين بعض الدواور فوق منا راه تقريبا كاينه 150 150 اسره في الدوار. تقريبا كاينه دوار اللي ميته فيه 50 واحد 60 واحد. واحد دوار دابا حاليا حدانا مشات فيه العائله ديالنا ميته فيه 52 واحد في دوار. دوار تردم مشى، ربنا خلقتنا. كنطالبوا من سيدنا الله ينصرو، راه الناس راه تدمرت، وراه المحسنين راه قايمين بالمجهودات ديالهم. والحمد لله المغاربه من طنجه للقويره، راه المغاربه الحمد لله راه ما كيخلوش خوتهم، راه الحمد لله. انا كنحيي هاد الناس من هاد المنبر هذا، كنحييهم بكل حراره. المحسنين انت كتشوف تحيه لهم، راه جاوا الناس من طنجه وكنحيي الناس من طنجه كلهم. انا كنحيي جميع المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، ما كيخلوش في خوتهم في جميع المسائل، في جميع المحنه راه كيتفكروا خوتهم الله يجازيهم بخير. المسائل اللي هي دروكا حاليا المواد الغذائيه وكذا الحمد لله دروكا راه الطريقه تحلات، راه الناس دروكا الحمد لله واصلوا هذاك الشيء. وانما دابا كيعانوا من الخيام، ما عندهمش الخيام دروكا، الناس ما عندهمش الخيام، راه ناعسين في الجنان. راه تصور كاين بعد الناس الاسر، اقسم بالله على هذا الكلام اللي كنقول، الا ناعسين الا تحت الشجر. والطريق دابا انا كنقول لك منهم انا والديا دروكا حاليا والديا راهما ناعسين تحت الشجر. حنا ما سوقرنا لهم، غالب الله غالب الله، راه المحسنين راه المحسنين هما اللي قايمين بالمهمه مع هاد الناس. والناس دابا كيعانوا، كاين اللي ما مات دروكا راه هو مسكين مصدوم، كاينين الناس دروكا اللي هو مسكين حماق حماق. اشنا هو حماق؟ اقسم بالله الا كاينين الناس تما الا حماقوا، علاش ناض لقى دابا حاليا شنو كيكسب داكشي اللي لابس؟ حنا دروكا حنا دابا حاليا راه حنا راه من اولاد المنطقه، وانما حنا هاجرنا، والدينا تما ما سوقرنا لهمش، العائله تما كلشي تما. صبحوا مساكن ربنا خلقتنا. حنا كنطالبوا من سيدنا الله ينصروا من هذا المنبر هذا، هذوك الناس راه خاصهم السكن. Hello.